الموضوع بالنسبه لي كان هوايه وحاجه بحبها جدا جدا جدا، حاولت على قد ما اقدر ان انا احوله لبزنس، واتمنى اتمنى حد من ولادي يكمل فيه. اتمنى هاتي الحلق ده يا بيت بطريقه كده يعني صدمتني، وشي جاب 100 لون، انا مش قادره اسيطر على نفسي اصلا، خلاص انا بعيط وعايزه امشي من المكان خلاص، يعني انا انتهيت، يعني عايزه اروح، عايزه اروح خلاص، اللي جابني هنا اصلا. عشان كده بقيت بنت المهنة. ازيكم الاول، عاملين ايه؟ انا اسمي نور العربي، عندي 33 سنه، مخلصه ليسانس حقوق. الموضوع ابتدى معايا من وانا صغيره، انا طالعه من بيت هو بيحب الذهب جدا، اللي زرع فينا الحته دي بابا الله يرحمه يا رب ويغفر ذنبه، كان دايما في اي مناسبه لازم ذهب، يعني خلصنا ابتدائي لازم يبقى فيه خواتم، خلصنا اعدادي لازم يبقى فيه غوايش، دخلنا ثانوي لازم يبقى فيه سلاسل. فحبي للذهب اعتقد ان بابايا الله يرحمه هو اللي زرعه فيا. الموضوع البداية ان انا بتعامل مع حد معين بتاع ذهب، بيجيب لي ذهب مستعمل شوية، عشان تبقى مصنعية قليلة، اللي هو عم ميمي، فهو اكتر حد عارف ان انا بحب الذهب وعندي ذهب. بعد وفاة بابايا الله يرحمه عرض عليا تعالي شاركيني، هو كان عنده محل فضة في الشارع الجديد، وهو طبعا كان من وهو صغير متربي في سخط الزقازيق، فهو حد فاهم قوي في الذهب، صنايعي يعني، من وهو صغير عارف الذهب وعارف عياراته وعارف كل حاجه فيه. فقلت له تمام يلا نبتدي، فكان موضوع طبعا مجازفه كبيره، فابتديت بشويه يعني ذهب قديم من اللي انا معايا اللي انا بلبسه انا الشخصي بتاعي في محل الفضه اللي انا فيه دلوقتي، وبعدين ربنا كرمنا والمستعمل اللي موجود باع، طب الفلوس دي هنعمل بيها ايه؟ فابتدينا نجيب ذهب جديد وحولنا المحل. البدايه كانت هنا في اللي احنا فيه ده. تمام، البدايه كانت هنا في المحل اللي احنا فيه ده. السوق شمس جدا معروف، ما ينفعش مع اللي بيحصل فينا والله. ايه اكتر مواقف صعبه اللي قابلتك خصوصا ان احنا مجتمع شرقي وعامل مرقه وممكن في كلام؟ اعتقد في البدايه اصلا لما قلت لحد انا ناوي اطلع الذهب اللي عندي وادخل في مجال الذهب، اللي هو انت تفهمي ايه في الذهب، انت بتجيبي وبتحبي، بس لا طبعا مش هينفع، مش هتنجحي. ناس كتيره يعني احبطتني، بس ناس كتيره كمان قالت لي يلا اسعي وربنا هيكرمك، وفعلا ربنا كرمني يعني. بس عموما السوق مع يعني مع واحده ست كان صعب شويه، خصوصا ان كل التجار اللي حوالينا رجاله يعني، بس الحمد لله يعني ربنا وفقنا وعدى الفتره دي على خير الحمد لله. اصلا موقف اللي هي طنط اللي جت بتشتري، هي تقريبا بتبيع في السوق او حاجه فيها جزاره او كده، فاسلوبها حاد شويه، وانا كنت لسه الكلام ده مثلا كان من 7 سنين، فانا كنت لسه اصغر من كده حاجه و20 سنه، وهي مثلا حاجه و40 سنه، فاللي هو او حاجه و50، فاللي هو هاتي الحلق ده يا بيت بطريقه كده يعني صدمتني، وشي جاب 100 لون، انا مش قادره اسيطر على نفسي اصلا، خلاص انا بعيط وعايزه امشي من المكان خلاص، يعني انا انتهيت، يعني عايزه اروح، عايزه اروح خلاص، اللي جابني هنا اصلا. بس ده بعد كده خلاني لا اللي هو اعرف اتعامل مع الناس، واللي هو انت تزعقي تشتمي تكلمي باسلوب مش، انا هعرف ازاي اسيطر على نفسي، وهعرف ازاي اوقفك عند حدك وخليكي ازاي تتكلمي معايا بالطريقه اللي تناسبني. طبعا ساعتها كنت اصغر من ان انا ابقى فاهمه الكلام ده، مش زي دلوقتي طبعا. ده تمام، تمام. الاول عايزين ان الذهب النهارده عيار 21 عامل معانا 3100، عيار 18 عامل معانا النهارده 2660، عيار 24 اللي هو بيكون الاستباك عامل معانا 3540. انا بالنسبه لي الذهب ده يعني حياتي كلها، فانت عايزني اقول لك ايه بالظبط في الذهب وانا معاك. تمام،
ممكن هات الدهب طبعا. تمام. النهارده بقى في انواع دهب كتير منها البلاطورد ظهرت جرامات جديده، ظهرت عيارات جديده. ظهرت عيارات جديده لان مثلا احنا الاول كان المفترض والمعروف عندنا ال 21 وال 18 حتى ال 24 كنا نسمع عنه بس ما كانش لسه متداول قوي. لا دلوقتي هو كل حد عايز يشيل فلوس او يعين فلوس نقول له على طول هات سباك، اللي هي السباك بتكون 24 بس. طيب ال 21، 21 بتبقى المشغولات اللي احنا بنلبسها زي الخواتم زي الغوايش زي الكلام ده، وال 21 تقريبا هو يعني اكتر عيار محبب عند يعني عند الناس اللي هم في الاقاليم، اللي هم اهلي اللي زيي اللي شبهي شويه كلهم بيفضلوا ال 21. ال 18 شويه هو فيه الذوق وفيه الشياكه بس ناس كتير تقول لك ده ما بيرجعش بفصوصه، لا احنا بنخاف نخسر فيه. الفكره ان احنا مش بنخسر فيه، بكل بساطه 18 اشيك بكتير بس مصنعيه اغلى، فانا لما باجي ابيعه بحس ان انا خسرت. انا ما خسرتش، انا بس اللي راح مني المصنعيه والدمغه والضايبه، بس انا عن نفسي انا لما بحب البس ذهب انا بلبسه 18 هو الاشيك بالنسبه لي. خلينا نبقى بسرعه. تمام. تمام. هو شويه عشان مصنعيته قليله بالظبط وارخص. لا هو ال 21 اغلى كسعر جرام انما ارخص كمصنعيه ودمغه وضريبه. ال 18 عكسه، 18 سعر جرام اقل بس مصنعيه ودمغه وضريبه اعلى. بالنسبه لي الذوق، يعني انا دايما بشوف الذوق هو في عيار 18، انما في ناس هو بتحب عيار 21 خلاص تمام. وعادوا دلوقتي بينزلوا في ال 21 حاجات حلوه جدا، شركه لازوردي ايجيبت جولد بتنزل حاجات تحفه، تقفيل وفينش وكل حاجه تمام جدا يعني حتى في ال 21. فرق في الخامات؟ مش عايزين نقول نحاس كتير بس هو 18 بيبقى فيه نحاس اعلى سنه عشان يعرف يشكله ويعمل الاشكال اللي احنا بنحبها اللي كلنا يعني بنجري عليها في ال 18. طبعا جدا عندنا بالنسبه لي افضل شركتين ايجيبت جولد، لازوردي بتنزل حاجات تحفه، اللؤلؤه مصنع اللؤلؤه انا بتعامل معاه وناس محترمه جدا، عياراتهم مظبوطه اشكالهم تحفه، كل تقريبا الحاجات الحديثه بتكون عندهم. في شركات كتير اندريا وجورج كارمينا، في كذا شركه يعني يعني لو فضلنا نقول من النهارده لبكره مش هنعرف نعدهم يعني. اتفضل. الله يخليك. ازاي او بعد قد ايه خدتي على اعتقد سنتين من معاملتي مع الناس، يعني ما كنتش هبقى كده من غير ما كنت ببيع وبشتري، يعني انا ما كنتش ببقى قاعده مكاني هنا، لا انا كنت ببقى واقفه ابيع واشتري واطلع للزباين وافرج. ممكن عروسه تيجي يعني انزل المحل كله واطلعه وهي مش عاجبها، الاول كنت ازعل واتضايق ايه ده كله مش عاجبها، دلوقتي عندي استعداد انزل المحل واطلعه واجيب من المحل التاني وفي الاخر حتى لو ما اشتريتش ما عنديش اي مشكله. السوق علمني كتير يعني خلاص يعني خدت تناحه شويه، خدت خبره في الموضوع. خدتي حصان؟ جدا. قولي لي انت عملت مكان اللي انا قاعده فيه دلوقتي. احكي لنا قصه المكان ده. المكان ده قصته كانت واحدة جت بتجيب شبكة لبنتها فبتقولي والله ده أنا عندي ولد في ثانوية عامة ولسه هروح قاعة ومش عارف إيه وأحجز وظروف، فقعدت فكرت اللي هو ليه التكاليف الزيادة يعني ليه؟ طب ما أنا أعمل كرسيين والناس تيجي تنقي الدبل تلبس تقعد تتصور، أنا هنا أول ما بيشتروا الشبكة ويلبسوا وأسمع الزغاريت على طول أقول لهم شغلوا أغاني لهم، خلي الناس ترقص، خلي العريس والعروسة يرقصوا مع بعض، يفضلوا يتصوروا. حسيت إن أنا شوية بخفف على الناس لأن أنا زيهم يعني أنا حاسة بيهم، وإن الدنيا بتبقى يعني تكاليف غالية على الفاضي في القاعات والكلام من ده. دهب مصدر طبق ومظاهر البهجة. تمام. إزاي؟ كلميني عن الحتة دي. هقول لحضرتك أنا بالنسبة لي دلوقتي في عيد حب تلاقي فيه العريس أو الخطيب جاي يجيب لخطيبته حاجة إن هو يفرحها، دلوقتي واحد مزنوق مثلا في فلوس فباع ذهب مراته، أول ما ربنا يكرمه بفلوس خصوصا في العيد يعني تلاقيه جاي يقول لي أنا عايز أجيب الغوشتين أصل أنا كنت أخدتهم من المدام، طبعا هي بتبقى يعني في كامل سعادتها يعني اللي هو بيرجع لي حاجة من ذهب يعني. طبعا طبعا هو الذهب يعني بيثبت لنا
كل فترة حرفيا هو الملاذ الآمن اللي أنا أحط فيه فلوس. ليه؟ إمتى الفلوس بتقل؟ الجنيه النهاردة مش زي الجنيه زمان. بس الذهب، الذهب معلش السنة اللي فاتت كان كام؟ 1921 كان 2100، السنة دي وصل ل 3700. فاللي كان شاري ب 2000 وشوية لما بيع النهاردة السنة دي 2024 ب 3700، فأنا الحمد لله كده يعني كسبت جدا. بحس إن يعني أضمن حاجة إن أنا أشيل فيها فلوس أنا مش محتاجة لها هو الذهب طبعا. سوق الذهب في الفترة الأخيرة كان معروف كله خسر. كله خسر. لما السعر زاد مره واحده، يعني انا النهارده الذهب كان 2500، احنا بقينا تاني يوم نلاقي الذهب 2700. طب انا بعت 30 جرام النهارده، اروح اجيبهم من الساغه اللي انا بعته ب 2500، انا مش عارفه اجيبه اصلا ب 3000، انا عندي كده 500 جنيه خساره في الجرام او مبلغ كله كان خسر. طبعا دي كانت فتره الناس كلها كانت تعبانه فيها طبعا، والخساره كانت طايله الناس كلها، بس الحمد لله ربنا عداها على خير وقدرنا ان احنا نستعيد قوتنا تاني الحمد لله. معلومه كانت عندي من صديق تاجر ذهب. تمام. قال لي الذهب بيغلى يرخص بالاشاعه. اشاعات. جدا يعني يعني احكي لي عن المعلومه دي. هقول لحضرتك، يفضلوا يقولوا اصل العيد الصغير جاي فالشبكات بتزيد، فطبعا الذهب هيزيد. اللي هو الذهب ده عالمي، سعر عالمي ملوش علاقة باللي احنا بنقوله ده، بس هو ده اللي يعني هو ده اللي مدرج عندنا. ده احنا داخلين على عيد وعلى اجازة والولاد، واحنا مش في اصل في الشتاء الذهب بيقل ليه؟ اصل الولاد في مدارس الثانوية العامة وكل هيجيب بقى ذهب وهيجيب هدايا. الذهب ده بيحصل؟ مش بيحصل، هو ده الذهب مرتبط بالسعر العالمي. خلينا نبسط. لا لا مش تجار تجار، لا لا مش تجار، هو الذهب سوق عالمي مرتبط بالبورصة، مش مرتبط بإحنا عيد صغير ولا عيد كبير. بدليل إن لما حصل حرب الفترة اللي فاتت دي بين الدولتين عندنا الذهب زاد مرة واحدة، الدنيا هديت الذهب رجع يهدى تاني. إحنا دلوقتي شايفة إن الذهب في فترة استقرار، وأحسن سعر وأحسن وقت نشتري فيه أعتقد إن هو دلوقتي 3100، سعر كويس جدا. ده ممكن تخليها جدا. اتفضل. ده شيء معروف عن الست المصريه. فاكره اول غويشه بعتها من الذهب المستعمل والست بتقيسها في ايديها، بقيت زعلانه قوي اللي هو ازاي حاجتي حد يلبسها. بس بعد كده لا اللي هو عادي، دي بعد كده فهمت بقى تجار عادي جدا، ادي لها ده وهجيب غيره وهستمر، فعادي ما حسيتش بزعل بعد كده. موضوع خالص، هي عشان كانت حاجة شوية مش غريبة، هو الذهب المستعمل موجود، بس أنا كنت حابة إن أنا أطمن نفسي، لا أنا مش هدخل حاجة أنا مش فاهماها قوي، ومش هدخل بيزنس أنا هروح أجيب ذهب وممكن أخسر فيه، لا طب ما أنا خليني في حاجتي، أنا حاجتي لو خسرت فيها خلاص هي كانت عندي كده كده في البيت، طب أنا هجرب فيها. أنا لو رجع بيا الزمن كنت هبتدي برضو بالقديم مش بالجديد، على ما أشوف السوق نفسه أنا هعرف أتعامل ولا لا، انا الناس هتقبلني وتحبني والستات تثق فيا وتتعامل معايا ولا لا، ده شيء مهم جدا. اكتشفت دلوقتي ان تجاره الذهب دي بالذات عايزه ثقه، يعني انا دلوقتي لو زبونه واثقه فيا هتجيلي من العاشر، هتجيلي من القاهره، انما لو حد مش واثق فيا مش هيجيلي من اي مكان. بس زمان كان عندنا كل واحد عنده هيك الخاص، طبعا ده شيء متبع طبعا ان الاسره المصريه ده محل الذهب بتاعنا طبعا. الذهب طبعا هو بياخده ابن عن اب عن كذا عن كذا، معروفه جدا ان الذهب محدش بيطلع كده، يعني صعب ان حد يبقى مش كاريره ويدخل فيه، بس الحلو ان مش كاريري بس الحمد لله ربنا قدرني ونجحت فيه الحمد لله. نعم. اضيف ان جوزي دعمني جدا، كان واقف معايا جدا. اتفضل. المحل كان لغاية الحتة اللي حضرتك فيها دي أقل كمان بص. لما ربنا كرمنا بقى وابتدينا الناس تيجي بالذات في الشبكة، عندنا هنا اللي بيبقى لازم يجيب بنت خالته بنت عمته وعمه، الناس بتبقى زحمة جدا، فلقينا الدنيا فوق بعض والمحل ضيق، فاضطرينا إن احنا ناخد الجزء بقى اللي أنا قاعدة فيه دلوقتي ده. بس هو
جدا طبعا. هو اللي جاب المحل التاني بس مهندس كريم، يعني من خلالكم بحب يعني اقول له كل الشكر بجد على وقفته معايا وعلى دعمه ليا، على طول دايما في ظهري، ربنا يخليه يا رب. عشان هنا احنا المحل ده ايجار وكده، فهو حب يطمني ان يعني ان لا انت مش ممكن تبقي المحل الراجل يطلعنا او حاجه، لا انا هجيب لك محل. فجاب المحل التاني سميناه باسم كارما، كارما دي بنوتي. بس كده. تمام. عمل زوجتك. تمام. يعني هو معايا جدا، ما اثرش عليا خالص. يعني شويه في الاول ما كنتش عارفه اظبط ما بين البيت وما بين الولاد وما بين نزولي المحل، بس بعد فتره هو كمان يعني متفاهم بقى، حتى هو ينزل معايا اللي هو اعمل لك ايه، اساعدك في ايه، على طول معايا، ما بيسيبنيش يعني، ما اثرش معايا خالص، حتى ولادي متفاهمين ده جدا. نصيحه؟ اتفضل. لكل حد هتشتري ذهب، عندنا ثلاث حاجات. انا عايزه البس خلاص، اجيب حاجه شيك، اجيب عيار 18 البس واتشيك بيه. طب انا عايزه البس واشيل فلوس في نفس الوقت، 21 على طول. طب انا اصلا ما بحبش الذهب، انا عايزه اشيل فلوس لجواز بنتي او لجواز ابني، سبايك على طول. السبايك طبعا بتبقى عيار 24. اتفضل. تمام. عنده قصة وعنده قصة. أكتر موقف تعبني هي كانت مدرسة ليا، أستاذة فاضلة جدا يعني، لقيتها جاية وبتبيع غوايش، فأنا قلت لها وحضرتك يا أبلة بعد إذنك عايزة تبيعي الغوايش ليه؟ فعيطت كتير قوي. أنا فاكرة قلت لها طب اقعدي، طب نشرب حاجة مع بعض، أنت بتعيطي ليه؟ فقالت لي انا مش قادره اقول لك ان ابني بياخد الذهب مني وبيسرقه ويبيعه، فانا عشان كده عايزه ابيع الذهب، مش عايزه اسيب ذهب في البيت. الموقف ده تعبني قوي يعني، تعبني جدا، خصوصا ان هي ست محترمه جدا طبعا جدا. انت بيجي لك حد بيعيط ويقول لك انا عايزه ابيع دي عشان ابني في المستشفى او كذا او كذا، بيقابلنا قصص كتيره جدا يعني، بيقابلني حاجات ما كنتش اتصور ان انا اشوفها غير في التلفزيون يعني، افلام مش في الحقيقه خالص. شفت دنيا جديده لما نزلت مجال الذهب وتعاملت مع الناس يعني جدا طبعا. او بس بتقويك، بتديك خبره اكتر، بتخليك مفيش حاجه تخاف منها، الخوف من ربنا وبس، بتديك ثقه في نفسك، بتخليك تقوى. عملت اصحاب كتير قوي من المحل، كلهم حبايبي، بحب زبايني جدا، بحب انصحهم جدا حتى لو مش هيجيبوا مني، دايما اللي بيجي بتكلم معاه يعني، بتكلم معاه الاول احنا عيله، انت عايز تعمل ايه؟ انت الفلوس اللي معاك دي انت عايزه تعملي بيها ايه؟ ده انا بفكر اجيب شقه كمان سنتين، انصحها. حاجه ثانيه، اي حد بيجي لي المحل بيشتري لازم افهمه الذهب بكام؟ المصنعيه بكام؟ ميزانك بص عليه، دي اهم حاجه عشان ما يضحكش عليك. لازم تفهم سعر الجرام، تفهم المصنعية، تفهم الشركة دي نوعها ايه، تفهم كل حاجة، ده من حقك طبعا. استثمار طويل الأجل، معلش ما اجيبش ذهب النهاردة ابيعه بعد شهر، لا، استثمار طويل الأجل، اجيبه ابيعه بعد سنة هحس ان انا كسبت فيه. بس انا في موضوع. اتفضل. انا طولت عليك، نورتني. ربنا يخليك. دي موضوع انا بقى شخصيا عايز استفسر فيه. اتفضل. عايزين نفهم السادة المشاهدين الموضوع. اتفضل. الميزان. الميزان. كل الميزان الالكترونية هتبقى لوحدها. كلها طبعا. انا عايز اعرف ايه قصة الميزان وبيبقى موجود ايه؟ هو الميزان ده لازم يبقى موجود عند اي حد بتاع ذهب. اولا انت لما بتيجي تشتري حاجة، انت بتقولي انا عايز حاجة وزن 2 جرام، عايز 3 جرام، عايز 40 جرام. اول حاجة انا لازم اطلع لك افرج حضرتك، بعدين انت هتحاسبني كده، لازم نحط على الميزان وتشوف ميزانك بنفسك، لان الميزان ده يعني ربنا يبعده عننا اللي بيحصل ده، بيبقى فيه غش كتير جدا وسرقه كتيره جدا. ليه؟ انا لازم اصفر ميزاني، احط الحاجه، عندنا بتبقى فيه ورقه كده انا عن نفسي لازم اخصمها من الحساب، لان الورقه دي مثلا بتبقى 5 مللي، في ورق بيبقى 3 مللي، ورق بيكون 4 مللي، بالخبره بقى بتعرف الورقه دي بتكون كام، لازم اخصمها على الميزان. ولازم تشوف ميزانك عشان تبقى متاكد انت خدت ايه.
بيظهر وليكن ده الخاتم 2 جرام 900 مللي، بيظهر لي 2 جرام 900 مللي على الاله الحاسبه بقى. انا بدرب وبقول لحضرتك انا واخده منك ايه وعامله ايه بس. لا بيظهر لي الوزن، وزن بس. انا الغويشه 13 جرام 600 مللي، تظهر لي 13 جرام و600 مللي، يعني 13 جرام ونص و100 مللي كمان زياده. ليه؟ لانه هو بيجيب لنا كده بالعفو. ليه؟ واحده تقول لي انا كنت واخده من مامتي السنه اللي فاتت 5 جرام حلق، هي عايزه تجيبه 5 بالظبط. طب يا ابله 5 الا ربع، لا 5 بالظبط. طب يا ابله 5 و100 مللي، لا هو 5. فلازم نظبط على الميزان يكون 5 بالظبط. مع العوامل الجويه تمام بتاثر فيه، من ميه، من ست البيت، الامور دي. حاجه بسيطه قوي ان ممكن لونه مش يتغير، ولكن انا دلوقتي احنا ستات بيوت، انا لابسه دبله وقايمه بغسل طبق في البيت عادي جدا، سنه ان هي ممكن لونها يتغير، لونها يحصل عادي، بتجيبها لي المحل وانا بلمعها لها واظبطها لها ولا في اي حاجه. لا الذهب لما بيتحرق بينقص معانا، لو في ميه، لو في صابون مكان الوضوء، مكان الكلام ده كله، مكان غسيل الطباق، انما النار بتحلي الذهب، يعني دايما النار تحلي الذهب، ما بتبوظش الذهب، بس الفكره ان هي بتنزل لنا لو في ميه، لو في وساخه، لو في شويه حاجات فيه من جوه. افتكر بمناسبه سؤالك ده، واحده كانت جت بتبيع حلق، كنت لسه في الاول وما عنديش خبره كافيه، بعد ما اشتريت الحلق وطلعت من المحل ميمي جاي معايا وبنبص على الكسر اللي هو الذهب القديم اللي عندنا، لقيتها حاشيه كله من جوه البان عشان يوزن معانا. فدي اكتر حاجه علمتني ان انا لازم احرق الذهب. ليه؟ النار هتسيح اللبان بس مش هتنزل لي من الذهب. نورتني. عايزه اقول ان اي حد معاه فلوس مش هيحتاجها، فعلا اشتري ذهب بيها، بس مش هتكون محتاج الفلوس دي قبل سنه. دايما الذهب هو زينة وخزينة فعلا وبس كده. تنورتني. الله يخليك. الله يخليك. هو فعلا الموضوع بالنسبه لي كان هوايه وحاجه بحبها جدا جدا جدا، حاولت على قد ما اقدر ان انا احوله لبزنس، واتمنى حد من ولادي يكمل فيه، اتمنى، عشان كده بقيت بنت المهنه.